السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة بنوعات أبو محمد الحيادة للريف. رايحين النهاردة نصور المهندس مصطفى خالد عبد الجيد تظبيط الأرض. حاج مصطفى، نار يا حاج مصطفى. زي ما حضراتكم شايفين نزلوا فيها سماد بلدي، الحاج مصطفى كان بترفيلها قبل كده، أنا صورته بترفيل. دلوقتي اللهم صل على النبي ميزة الترفيل، حتى لما بيجي يدرفل الأرض تحس بعده إن هي مظبوطة، كمان لو مش فيها زحافة كمان تبقى 100 100. العصبية المعجل دي اللي حاولت زي ما هو حضراتكم شايفين كده، تحس ان العصبية شادة 5 6 مرات في قلبها رد، تظبط ايدك على كده الارض تظبط معاك، حتى لو السواق جرار على قد زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. العصبية مظبوطة تطلع الأرض كويس تمام، العصبية عملها عامل تمام، لو العصبية ميزانها مظبوط ما شاء الله الأرض تطلع معاك تمام 100 100. ما شاء الله بوردان برضه معانا في كل حتة.